يقول السائل: ما هو المتن الفقهي الذي يدرسه طالب العلم المبتدئ في مذهب الحنابلة؟ لمذهب الحنابلة فيه مختصرات، فيه مختصرات. أولا كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، كتاب مختصر في العبادات، العبادات خاصة. وفيه متن الدليل، متن الدليل للشيخ مرعي الحنبلي، وفيه متن الزاد وهو أضخم من متن الدليل، متن الدليل أخصر وأيسر، لكن متن الزاد أكثر مسائل وأغزر علما. وفيه مختصر أيضا يقال له أخصر المختصرات، أخصر المختصرات، أيضا هذا مفيد جدا. نعم.